مداخله مع دكتور علاء فاروق رئيس مجلس اداره البنك الزراعي. اهلا بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. استاذ علاء، كيف اقدم البنك على قرار التنازل عن مديونيه المتعثرين واللي بتبلغ مبلغ كبير جدا بالمليارات؟ بص حضرتك، احنا مجلس اداره البنك الزراعي بيدرس محفظه الديون المتعثره بقاله اكثر من 3 شهور، وبعد الدراسه احنا خدنا المبادره دي ان احنا هنشتغل على محورين. المحور الاولاني وهو صغار العملاء، والمحور الثاني هو العملاء المتوسطين وبتبلغ مديوناتهم اكثر من 25,000 جنيه. تمام. محفظه الديون المتعثره في البنك الزراعي المصري هي نتائج تراكمات اكثر من 10 سنين فاتوا او 10 12 سنه فاتوا. اجمالي عدد المتعثرين كان 328 عميل باجمالي محفظه 6.3 مليار. اصل المديونيات كان حوالي 3.9 مليار. الفوائد المتراكمه على المديونيات 2.4 مليار. البنك في المبادره بتاعته قرر اسقاط كامل ونهائي لمديونيات 307,000 عميل من المزارعين اصل مديونياتهم 25,000 جنيه فاقل، باجمالي اصل مديونيه 415 مليون جنيه وعوائد متراكمه 226 مليون جنيه. ودول هيبقى من حقهم ان هم يتعاملوا مع الجهاز المصرفي من ثاني يوم وبدون اي قيود وبدون ظهور اي حاجه في الاي سكور وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري. المبادره الثانيه وهي للعملاء اكثر من 25,000 جنيه الى 10 مليون جنيه بنسقط، ودول عددهم 21,000 عميل، بنسقط 50% من اصل المديونيه المتراكمه، اصل المديونيه الخاصه بهم وهو حوالي 3.5 مليار جنيه، بالاضافه الى كافه العوائد المتراكمه عليهم بحوالي 2.2 مليار جنيه. استاذ علاء، خلينا نستغل وجود حضرتك معانا كمان ونتكلم عن مبادره باب رزق. هي من المبادرات الهامه جدا اللي بيقدمها البنك الزراعي للفلاح ودعما للفلاح المصري. المبادره دي وصلت لحد فين دلوقتي؟ بص هيك، احنا النهارده في باب رزق اشتغلنا الاول على المرحله التجريبيه في 24 قريه على مستوى مصر كلها. مبادره باب رزق احنا بنتكلم ان احنا بندي تمويل مبسط بصوره الرقم القومي للمرأة الريفية، للشباب الخارجين في الجامعات وأهلنا في القرى، يقدروا ياخدوا 2000 جنيه لحد 10,000 جنيه، يقدروا يعملوا مشروع حرف يدوية، صناعات يدوية، يقدر يعمل مشروع تربية بط، مشروع بطارية أرانب، يقدر يعمل مكنة خياطة ويبتدي يطلع بعض المنتجات ويبيعها في القرية بتاعته، يقدر يعمل سجاد يدوي وبط. الغرض من المبادرة دي هي تنمية دخل الأسرة الريف المصري والتنمية الريفية. طيب احنا دلوقتي منحنا حوالي 1200 عميل في خلال الشهر ونص اللي فاتوا دول بإجمالي حوالي 8.5 مليون جنيه. هنفتح في 150 قرية وبلاد في خلال الأسبوع، اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله. وبنستهدف إن احنا هنضخ في المرحلة الأولى حوالي 100 مليون جنيه في خلال ال6 شهور القادمه. المبادره دي طبقا لتوجيهات القياده السياسيه وطبقا لتوجيهات سيد محافظ البنك المركزي الاهتمام الكامل بالريف المصري والتنميه الريفيه على كل مستوياتها. وفي نفس الوقت احنا بنستهدف فتح صفحه جديده مع عملائنا لاعادتهم لسوق العمل والتعامل مع الجهاز المصرفي وتطبيق الشمول المالي، وده يمكن هدف اساسي من اهداف البنك المركزي المصري. طيب ايه راي حضرتك تقول لنا عن تطوير البنك بشكل عام، وخاصه ان التكنولوجيا دلوقتي انفتحت وفي تطوير كبير، وكمان هل في فرصه للتوظيف والقضاء على البطاله؟ طيب بصي حضرتك، احنا بالنسبه للبنك الزراعي شغالين في 4 محاور اساسيه، وهي البنيه التكنولوجيه بتحديث البنيه التكنولوجيه للبنك الزراعي المصري وربط كافه البنك من خلال احدث المنظومات التي تم التعاقد عليها بالنسبه للحاسب الالي، وتبنيه وعمل داتا سنتر خاصه بالبنك الزراعي على احدث المستويات العالميه. الحاجه الثانيه هو التعامل من خلال الوسائل الديجيتال او التكنولوجيا الحديثه اللي هي بتسهل على المزارع البسيط في القرى التعامل مع الجهاز المصرفي.
الحاجة التانية إن إحنا هدف أساسي من عندنا إن إحنا ندي تدريب كامل للعاملين في البنك الزراعي اللي هم تخطوا 17,000 موظف حاليا، بالإضافة لفتح آفاق عمل جديدة. إحنا كان عندنا مسابقة عملت سنة 2018 وانتهت في نهاية 2020، وتم توظيف 1,000 موظف في المرحلة الأولى وحوالي 520 موظف في المرحلة الثانية. فتحنا طبعا حضرتك عارفه ان في اجيال طلعت من 2018 لحد النهارده في ثلاث دفعات اتخرجوا بعدها. فتحنا مسابقه جديده اعتبارا من منتصف يناير، وهيتم اقفال الباب الخاص بالمسابقه بنهايه الشهر الحالي. مطلوب في المسابقه ديت هيعين حوالي 1500 يعني 1500 1400 من العمالة الجديدة اللي هتعمل في فروع البنك الزراعي وفي المركز الرئيسي وفي الإدارات المركزية بالقاهرة والإسكندرية وفي عواصم المحافظات وبعض بنوك القرى. طبعا حضرتك عارفة الحاجة الثالثة اللي احنا شغالين عليها هو تحديث الفروع نفسها من حيث المظهر العام وأماكن استقبال العملاء وتوفير المكان الملائم اللي نقدر نستقبل فيه عملاء البنك الزراعي. طبعا ده كان لازم يتتبع معاه ان احنا نبتدي نضخ منتجات جديده في البنك الزراعي المصري بعد ما رجعنا المنتجات الموجوده حاليا. يعني مثلا احنا حركنا الفئات التسليفيه بالنسبه للزراعات الموسميه الخاصه بالمزارعين من 30 ل 70%. حضرتك عارفه الايدي العامله زادت، اسعار الكهرباء على مدار الأربع خمس سنين حصل فيها تغير. الحقيقة مجهودات واضحة جدا للبنك الزراعي المصري، يعني رعاية هذا البنك للفلاح المصري والكثير من المشروعات والمبادرات على أرض الواقع. بشكرك جدا أستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي على هذه المداخلة.